السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نستأنف الحلقات تعليم اوتوديسك فيوجن 360. اليوم ان شاء الله راح ناخذ موضوع جميل هو الريفولف او التدوير. شنو هذا الموضوع؟ خلينا نبدأ باخذ مثال سكتش ريكتانجل، ثم نختار هذا البلين، هذا المستوي، مثل ما تعلمنا نكبس على نقطة الصفر واختار هذا الشكل. اقدر مباشرة بدون ما اسوي كليك او لفت كليك، ما دام دا اشوف الابعاد باللون الازرق، اقدر اكتب البعد مباشرة. مثلا اقدر اكتب مباشرة بالكيبورد لوحة المفاتيح، اكتب مثلا 25 ثم اضغط تاب، مفتاح تاب في الكيبورد صاير على اليسار، راح يحول الى الجهة الثانية، تاب رجع تاب وهكذا. اقدر ابدل بين اللوكيشن، الاول اختارته 25 والثاني اختاره مثلا 100، تاب. هسه خلص ادخال الابعاد، اضغط انتر، اضغط مفتاح انتر او الادخال. حاليا صار عندي هذا الشكل مستطيل fully constrained، مقيد بالكامل مثل ما اشوف، لانه بديت بالاوريجن نقطه الاصل وطيت ابعاد فتقيد بالكامل. خلصت السكتش، ارجع الى الفيو العادي مالتي. هسه اسوي له اعاز جميل جدا اسمه من كرييت، اسمه ريفولف. ريفولف اللي هو تدوير، الحصول على اشكال ناتجه من تدوير. هذا الشكل المغلق هنا راح يقول لي في الويندو سيلكت بروفايل، يعني الشكل المغلق شنو هو الشكل اللي اريد ادوره، هذا هو الشكل اللي اريد ادوره. لازم اقول له السؤال الثاني الاكسس او المحور، حول اي محور اريد ادوره. مثلا خلينا نختار هذا الاكسس، هذا الخط الازرق اللي صاير هنا. مثل ما توقعت هذا الشكل دور لي اياه 360 درجة، هنا يقول 360 درجة دور لي اياه وحصلت على هذا الشكل الاسطواني. خلي اطفي الجريد حتى تكون واضحة اكثر. هذا الشكل الاسطواني اوربت، شكل اسطوانة. نقدر نقول هوم يرجع للاصل، هذا الشكل الاسطواني. طبعا هذا الجو اللي ظهر لي هو ظل، البرنامج يظهر لي ظل حتى يساعدني على تخيل الشكل اكثر. زين، هذا الشكل الاسطواني. خلي اتراجع عن هاي العمليه، اندو اندو من هنا من الفوق، اندو سكتش، ارجع اقول له كرييت ريفولف. اي شكل اريد اسوي له ريفولف، هذا الشكل، حول اي محور راح اختار هذا المحور. ايش تتوقعون راح يطلع الشكل؟ راح يطلع شكل ايضا اسطواني ولكن بهالطريقه هاي. دوره 360 درجه حول هذا المحور، حصلت على الشكل الاسطواني. اوكي، ارجع اقول له اندو، اقول له كرييت ريفولف. داخذ اكثر من مثال حتى يعني تشوفون استخدامات البرنامج. This one، هذا الشكل المغلق، ثم الاكسس هو هذا الاكسس ولكن مو 360 درجة، اقول له مثلا 270 درجة دائرة ناقصة. اوكي، 270 درجة من الصفر الى 270 درجة، اقدر اشوف الشكل الناتج، هذا هو الشكل الناتج. زين، هذا وين يفيدني العملية؟ يفيدني بإنتاج كل أو أغلب الأشكال الأسطوانية، كل الأشكال الأسطوانية أو ذات المقطع ذات المركز اللي بيها محور دوران واحد، محور دوران. أي شكل أسطواني يعني تخيلوا أي شكل ممكن يكون أقدر أنتجه بهالطريقة السهلة، ولكن علي أن أرسم البروفايل. راح آخذ مثال آخر ونشوف شلون نقدر نسوي هذا الشيء. زين، ارجع للفيو الاصلي ثم اشغل الجريد حتى تبين تكون واضحه. زين، اقول له سكتش، سكتش كرييت سكتش، كرييت سكتش، كرييت سكتش. هنا كرييت سكتش انا اول مره استعملها، معناته اريد اصنع سكتش، رسم 2 دي ثنائي الابعاد على اي محور، على اي مستوي، على هذا المستوي. اوكي،
راح ابدي اختار الاعازات. مثلا راح اختار اول شيء مستطيل، راح اترك مسافة، خلي اترك مسافة مثلا ارسمها بهالطريقة هاي، هذا مستطيل. ثم اوكي، انتهت عملية الرسم. اختار الدائرة مثل ما تعلمنا، الدائرة راح اسويها بهالطريقة، انتبه علي، بهالطريقة هاي. اوكي، شوفوا صار تداخل بيناتهم، رايت كليك اوكي، صار تداخل بين الشكلين. اذا معناته هذا الشكل وهذا الشكل داخله، لا بأس. راح ارسم هسه، خلي اكتفي بهذا القدر حتى لا نعقد الموضوع. ستوب سكتش، رجع للشكل الاصلي. طبعا هاي عندي تو كلوزد اريا مع جزء ثالث بيناتهم هنا بالوسط نقطة التداخل. راح اقول لك كرييت ريفولف، راح يقول لي سيلكت بروفايل، سيلكت ذس ون ذس ون، لازم اختار هذا مو انساه، لانه كل شكل مغلق، قلنا شكل مغلق، فكل شكل مغلق يقدر يختاره او يزيله من الاختيار. لو اختاريت بس هذا المستطيل مثل ما سوينا قبل شويه، لكن لو اختار ويا الدائره راح اشوف ايش راح ينتج عندي. فحول اي محور اريد ادوره، اريد ادوره حول هذا المحور او حول هذا المحور 360 درجة، انتر. هذا هو الشكل الناتج. تقدرون تتخيلون شلون، شنو الاشياء اللي اقدر اسويها بهذا الاعاز. اعاز رائع جدا، واقدر استفيد من عنده بشكل كبير. ان شاء الله الفيديو القادم راح نتكلم اكثر على موضوع السكتش وموضوع اللاين، إعاز اللاين لأهميته إن شاء الله. أرجو أن تكون استفدت من هذا الفيديو. شكرا جزيلا.